محتاجين ان احنا نحاول نحافظ على الروتين بتاعنا اللي كنا برضو بنعمله في الصيف. يعني انا اصحى في نفس مواعيد استيقاظي وانام برضو في نفس المواعيد، تمام. احاول ان انا ابذل مجهود جسدي، اتعرض للشمس على قد ما اقدر، لان الشمس في الشتاء ده جزء من اسباب الاكتئاب، هو ان الشمس ما بقتش مش بتقعد موجود، لوقت طويل والدنيا صحيح بتظلم بدري، صحيح. فاحنا محتاجين نتعرض للشمس لوقت اطول. ممكن ان احنا في الحالات بقى الشديده ان هو يحتاج ياخد ادويه نفسيه، ولكن جزء ضروري للحفاظ على الروتين، لان في ناس لما الشتاء بيدخل بيناموا بقى بالساعات الطويله جدا ويقول اصلي بحب الدفى فهدفى وانام، ولكن ده مش صح، ده الدفع بيزود عفا، اعراض ايوه الاكتئاب. صح. بالظبط كده، بيزود اعراض الاكتئاب، ولكن احنا محتاجين نحافظ على نشاطنا الاساسي ونحاول نتعرض للشمس على قد ما نقدر، نمارس الرياضه بصوره منتظمه، وطبعا ناكل اكل صحي. صحيح. دكتورة صفاء، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك المهمة دي الحقيقة، ويعني ما ولا اكتئاب ولا حاجة. احنا اصلا الشتاء ما بقاش زي زمان، احنا كنا تقريبا من شهر 10 بنلاقينا في عز البرد، فالشتاء يعني يدوبك شهر او 2. ان شاء الله يعدوا علينا على خير بإذن الله السنة دي.